السلام عليكم. اخر اخبار النادي الافريقي وملف الانتدابات واللاعبين، حكينا على التربص تاع النادي الافريقي اللي قاعد يعمل فيه توا في تبرقه، واللي بشوفها بزوز مقابلات وديه المدرب وقف على اخر استعدادات الملاعبيه، شاف الافكتيف اللي عنده، عمل معاينه للافكتيف نتاعو قبل ما يصير التربص بعض الايامات في التدريبات، لكن في التربص وقت اللي يعيش مع الملاعبيه وقت اللي يبداو يترانيو صباح وعشيه اكيد راه باش يعرف القيمه الفنيه للملاعبيه وباش يعرف شنو هو اللي عنده به. اداره الكلوب كي جابت انترونور المره هذه، المدرب راهو مدرب على مستوى عالي. ايش معناه المدرب على مستوى عالي؟ معناه مدرب يعرف شنو النقائص نتاعو، يعرف شنو اللي ليه ويعرف شنو اللي عليه، مدرب عنده افكار، مدرب يلعب من اجل تطوير فريق ومن اجل بناء فريق. معناه وقت اللي باش يلقى عنده بوستويت معينين ماهمش في بلايصهم، راهو مش يقعد يتفرج، راهو ماهوش يقعد يخمم للحظه انه لازمو يقوي المراكز اللي لقاهم ناقصين باش ينجم يلقى فريق قادر على انه باش ينافس في الشامبيونات. باهي، الاعلامي عبد الوهاب الحاج كان تكلم في موزايك وحكي على نقائص نتاع النادي الافريقي، خليكم ساعه تسمعوا شنو اللي قال، واكيد باش نتفاعلوا مع الموضوع، عندنا برشا كلام باش نحكيوه. تصوروا اللي المدرب طالب إدارة النادي خاصة على الجهة اليسرى اللي راه فيها معناها فما نقص على الجهة اليسرى، طالب زادة بمهاجم يكون هداف، كي شفنا معناها حتى في المباريات التطبيقية إيدو ما كانش شكل الفاعل بصفة كبيرة، طالب إدارة النادي بمهاجم وفما زادة لاعب متوسط ميدان دفاعي. كما كنا نسمعوا عبد الوهاب الحاج ديجا حكي على ثلاثة مراكز مهمين المدرب توا قاعد يخمم في ملاعبيه في البوستويت هذاكم. راه وليت الكلام نتاعنا هذايا هو كونفيرماسيون على الافكار اللي بنيناها من مده. عندنا مده نحكيو على النادي الافريقي ونقولوا راه يستحق اريير جوش ولازموا اريير جوش عصري، وعندنا مده نحكيو زاده ونقولوا راه لازم وسط ميدان دفاعي يكون وسط ميدان دفاعي عصري. النقطه يمكن ما تركزناش فيها برشا وما حكيناش فيها برشا هي لا تكون دو بوينت، ولهنا راهو عنده الحق، خاطر كي تشوف نسق المقابلات ويشوف برشا مقابلات وساعات ما يكونش عندك معناها المهاجم اون فورم وينجم يسجل لك اهداف، دونك لهنا تستحق مهاجم اخر. هذو ثلاثه بوستويت. نرجع للنقطه المهمه بالنسبه لي انا قلتها راني برشا مرات، احمد خليل راهو الناس اللي تدافع عليه وتحكي عليه وتتكلم وعدى ماتشوات وملاعبي باهي، شوفك التاكلوات ودف دف وسطح سطح واضرب منه وجيب من غادي، لو ما تجيبش ما توكلش الخبز ما تجيبش نتيجة. نعطيكم انا اكزامبل شنو الفرق ما بين الشيء اللي كان يعمل فيه احمد خالد من تاكلوات ومن بريسينج ومن ضرب ومضروب ومن دزين ومن فكين، والفرق ما بين اللي يعمل فيه عيسى العيدوني مع فريق يورنو برلين، شنو الفرق؟ فما حتى فرق، صحيح تختلف البطولات يختلف المستوى، لكن الاضافة نتاعو فوق التيران هي بيدها. عيسى العيدوني كلعب في يونيو برلين ماهوش كل الملاعب اللي في وسط الميدان العصري اللي قاعد يعطي يونتو ليليني اللي قاعد يلوج في البروفوندور اللي يلوج على اصحابه اللي قاعد يوصل ل 16 متر و50 لما تكون الهجمه في الدزويت باش ينجم البيفو يسجل الاهداف. وقتها لقينا عيسى العيدوني خارج المنظومه الملاعبيه اللي موجودين في يونيو برلين، وصلوا توا معناه باعوه الى فريق نادي الوكره، وشفنا معناه اللي ملاعبي اذا كان ما ينجمش يقدم الاضافه على مستوى الهجوم راهو عندهم يعملوا به نفس الشيء ونفس التخمين بالنسبه لي انا نقولوا على احمد خليل. قلت من اول السيزون راهو نهايه العقود نتاع الملاعبيه اللي سي بون ما قدموا حتى شيء للكلوب، راهو ما فيهم حتى ملاعبي يستحق انك باش تجدد، راهم الكل ما ينجموش يقدموا الاضافه، وهو دليل جاك من المدرب. يا اخي ما عينش احمد خليل، ما تفرجش في الفيديوهات نتاعو، ما عينوش فوق ارضية الميدان في النهارين ولا الثلاث ايام اللي حضر فيهم في التربص، عاينو شافو يقول لك خويا من الاخر ملاعبي رزيل، ملاعبي يفكها ويمدها الاقرب ليه، ما عنده ما يعمل، وهذم راهو البيفويت ما عادش ينجموا يلعبوا الكرة. ونزيدكم اكثر من هكا ماني قلتها، قلت راهو يلعب بال 4 4 2، راهو السيد يلعب 4 4 2 ابلا، السيد يلعب بزوز بيفويت اكثر منه معناه يكونوا بالرول الدفاعي وفي نفس الوقت زاده بالرول الهجوميه. هما اللي طلعوا الكره خاطر عنده اربعه مهاجمين اتاكون دو بوانت 9 ونص اللي غوش واللي دروا، والزوز اللي في الوسط يكونوا اكثر منه فكيكه واكثر منه يصنعوا في اللعب. احمد خليل ما يجيبش يصنع اللعب، احمد خليل كي تجي الكره يتيحوا عليه يصير عليه الضغط الى واحد على اليمين على اليسار، لي باس لونج نتاعو ماهمش صحاح، لي باس اونتر لي ليني ماهمش صحاح، ماهوش شكل الملاعب اللي ترمي في الدزويت واللي يكون هو موجود في منطقه 16 متر و50 باش يسجل اهداف، دونك ملاعبي كيما هذا بيتوني ما حاجتوش بيه، حاجته بملاعب يكون اكثر منه
نزعة دفاعية في نفس الوقت نزعة هجومية. هذه بروفيل الأولاني. البروفيل الثاني اللي هو الحمروني، وملف الحمروني يتعرض لإصابة أخرى، وسيد يحب له شر ونص اخرين، وعنده مشكله في الشيفي نتاعه، وعنده فيس مقلقه باش ينحيوه يعاودوا ويعملوا له فيس اخر. ولهنا معناها خلينا نقولوا اللي راهو فما ملاعبيه ساعات تكون عندهم الموهبه، ملاعبيه تكون عندهم ليكاليتي، لكن كي يكون فما ضربه وتكون فما اصابه ما يرجعش للمستوى نتاعه وما ينجمش يقدم في المسيره نتاعه. صحيح عمل تصريح كان تحدث فيه قال راني انا حاولت وصارت لي مشاكل باش نزيد نعاود نبره ونحاول مره اخرى. راهو لهنا عنده الحق وكل ملاعب راهو يطمح، لكن في ظل الحقيقه معناها اللي ما عندكش دوبلور للملاعب هذايا، النادي الافريقي توا في حاجه انه باش يلوج اريير جوش. وكي نقول هنا يلوج اريير جوش، ان شاء الله ما يعملوش نفس العمله ويعاودوا يجدوا الادم التاوس عملوها مع خليل، ما جاش القائد نتاع مازيمبي، جدوا احمد خليل بيتي علت ما فماش بيفو. هاك المدرب ديجا كانترو قال لك خويا ذي ما يدخلش ضمن الاهتمامات نتاعي وماهوش هذاك البروفيل نتاع الملاعب اللي لوج عليه. وفي نفس الوقت زاد توا جاء الدور على ادم التاوس، وان شاء الله ما يجدوش الملاعب هذه خاطر ديجا ما عندوش لي كاليتي. خيانة نعرفوا ادم التاوس ما عندي معاه حتى مشكل، لكن هذاكم ما عندهمش لي كاليتي باش نجم تبني بهم فريق. انت اليوم كان تحب تبني فريق كنت صريح مع نفسك، تقول انا اليوم هذم اسكو نحب نبني فيهم نبني بهم فريق، قول ما نجمش على خاطر العبيد هذاكم لعبوا 5 سنين 6 سنين 8 سنين عاتي باس ديسيزيف في رسول الله ومسجل هدف. ادم التاوس ما نحكيش عليه هذاك حدث ولا حرج. دونك لهنا الكلوب مطالبه بملاعبيه. سمعنا عازمي غوما لعب بالسابق النادي الهدفيقي، سمعنا زاد هشام بكار لعب الاتحاد الهلالي المنسيري اللي طلبت فيه 800 مليون. صحيح 800 مليون برشا، الكلوب دخلت معاه صفقه اخرى واللي هي فيصل المناعي باش تاخذ زوز ملاعبيه هذيا منها تقوي معناها النزعه الهجوميه، وخاصه ملاعبي يلعب اكثر منه تحت لاتاكون وفي وقت من الاوقات يلعب جور دو كولوار، زاد ينجم يعاون النادي الافريقي على مستوى وسط الميدان وبناء الهجمه. لكن السوم اللي مطلوب حاليا يكون مرتفع، والحقيقه معناها يخلي الكلوب تخمم اكثر من مره انها باش تجيب زوز ملاعبيه هذا. بالنسبه للعب الهجوم نتصور اللي الكلوب لازمها اتاكون يكون اذا كان باش يجيب يكون خير من ايدو، خاطر تنجم تجيب ملاعبي في المستوى نتاعو والا ملاعبي اقل منه ويشد البنك وما تنجم تعمل به حد شيء. راك شوف الملاعبية اللي موجودين في الشامبيونان ما لقيتش مهاجم يستحق انك باش تركز معاه تقول هذا العصفور النادر. شفناهم ملاعبية يلعبوا على مستوى الهجوم متواضعين الحقيقة. رودريغو رودريغيز هو كان من احسن الملاعبية اللي موجودين على مستوى رؤوس الحربة. بالنسبة للملاعبية التوانسة ما لقيتش فما ملاعبية يستحقوا. يمكن الملاعبي اللي تنجم تحكي عليه اللي هو بوبكر تراوري اللي يلعب توا في كان في الاتحاد المنسيري مشى ليبيا، ينجم يكون البروفيل هذا عاون النادي الافريقي. والا فما زاد حازم المستوري اللي كان يلعب في المتلوي وكانت له عنده تجربه خارج تونس، نتصور ملاعب هذا ينجم يعاون النادي الافريقي. حاجه اخرى زاد باش نحكيو عليها تخص الكلوب افريكان هي المداخيل، ولهنا باش نزيدو نفهموا اللي راهو شوف الجمهور ديما يقعد النمبر 1 بالنسبه للنادي الافريقي في المداخيل. كي نحكيو على ابونمونات واشتراكات توصل معناها المداخيل نتاعها في زوز مليارات، ونحكيو على التيكيات نتاع الماتشوات في عام كامل توصل لثلاثة مليارات، معناها مداخيل صافيه من الجماهير من غير استشهار من غير حتى شيء من غير مستثمر من غير ما تحكي حتى واحد تدخل في 5 مليارات. دونك مع المستشهر مع المستثمر مع جيب منا جيب من غادي، دونك راهي الكلوب نتصور عندها ميزانيه قادرة انها باش تجيب ملاعبية باهين وانها باش تعمل استراتيجي من هنا خلينا نقولوا الموسم زوز مواسم اخرين. ان شاء الله يكملوا بنفس النسق هذا، وخاصة زاد يكملوا يدعموا الثلاثة مراكز اللي حكي عليهم المدرب. ومن بعد لكل حادثة حديث. نختموا موضوع الحلقة نتاعنا باش نحكيوا على زهير الذوادي وسام يحيى اللي معناها تم شكرهم من قبل الصفحة الرسمية نادي الافريقي على المجهودات على المواسم اللي قضاوها في نادي الافريقي، لكن انا ما حبيتهمش يخرجوا بالطريقة هذيك. يمكن وسام يحيى نتصوروا مازال ينجم يلعب بارابور، ديما نحكي بارابور شنو؟ بارابور انك باش تحكي على زهير الذويدي، لكن لهنا يمكن هذه العاطفة اللي باش تتكلم في جمهور الكلوب، اما كي تحكي اللوجيك والمنطق والواقع يقول لك خويا ملاعبي يوصل ل 39 سنة يخرج من باب الكبير وهو تقعد الذكرى الطيبة خير من اللي يخرج بالسبين وبالدبابس والراجل ما عادش ينجم يجري فوق أرضية الميدان.
بالنسبه لزهير الذويدي انا نتصوره كان اعتزل الكره قبل كان يكون له خير، خاطر راه كي تشوف زهير الذويدي 2007 و2008 و9 و10 والتوب فورم نتاعو، وكان هز له كلوب وحده، معناها تصور انت يهز له كلوب على ظهره وحده. اليوم كي نحكيو على زهير الذويدي الحقيقه خرج من باب صغير، خرج من باب صغير حتى في الروند نتاعو، ملاعبي ماكش قادر انك باش تعطي الاضافه، كنت نجم تخرج من الاول. كريستيانو وما ادراك خرج من النجوميه نتاعو، وخرج من الانديه الكبيره اللي كان يلعب فيها، ومن بعد مشى يلعب في الدوري السعودي وكان يقدم في روند كبير. يمكن كنت نتصور الذويدي لو طاح في المستوى وطاح في النيفو باش يلعب في الدور والا في رق يلعبوا في ستابلو، يمكن كان ينجم يقدم روند كبير. شكر لزوز ملاعبيه هذو مع المواسم اللي قدموها من نادي الافريقي. هكا كملنا الفيديو نتاعنا، ميرسي بوكو على المشاهده، يعطيكم الصحه، نتلقاو في فيديو جديد.